لما بتشوف جمهور النادي الاهلي في الشارع وانت ماشي اول حاجه بيقولوها لك ايه؟ اعتقد الرقصه يعني. وي هاف تو وين عليكم ان تفوزوا طبيعي، ما انا لسه الجزء الثاني هتكلم في ده. اتفضل. يتوقعون الكثير من النادي، دائما يريدون ان نفوز. هذا اكثر تعليق. هو جمهور النادي الاهلي كده السنه اللي فاتت لما كنا في كاس العالم للانديه، دي حكايه بسرعه كده، ما كنا في كاس العالم للانديه كسبنا المباراه وطلعنا ثالث العالم، وجمهور اللي كان في المدرجات في ذلك الوقت بيقول للموسيماني، موسيماني كان معايا من شهرين ثلاثه كده برضو مكانك، فبيقول لي انا لقيت الناس بتند عليا وبتقول لي افريقيا العشره، ما كناش لسه خدنا، فبيقول له افريقيا اللي بعد كده يعني. هو ده جمهور الاهلي. نعم، الجمهور لديه مطالب كبيرة ويريدون الكثير من النادي، ولكن لهذا يجب علينا أن نقدم الأفضل دائما، والنادي فاز بالكثير من البطولات ولهذا فهم يطلبون الكثير، ومن وأيضا اللعيبة والمدربين يريدون أن يخرجوا أفضل ما لديهم، وهذا هو الشعور الذي أحصل عليه من في كل مباراة، وهو أن نبذل كل ما في وسعنا ونبذل قصارى جهدنا، وأنا سعيد بهذا.